أول ما شفته قلت ده اتعمل عشان يتلف حوالين الرقبة الزبدة دي. يا ابني الإيه؟ بتعرف تاكلني كده إزاي؟ وبعدين ده مش قلنا بقى محدش يحس بحاجة؟ ما دي الحصان واقف، حد يشوفنا يسمع حاجة، مش طاولة وش؟ ما أنت اللي بتقول كلام يدوخ، يخلي الواحدة مش حاسة هي فين. تنجزي بقى، أنا عايزك تنجزي في الحوار بتاعنا ونخلص عشان نخلع من هنا. وحياتك اللي هجيبها لك خالصة مخلصة. يتوب عليك يا ربنا. ويتوب عليك. شو؟ الخال جيت في وقتك، جيت في وقتك يا خال. أهو يلا اسأليه، اسأليه اللي كنت بتسأليهولي من شوية قبل ما يجي، ولا أنت هتيجي من وراه تقولي وتيجي قدامه بقى؟ يلا قولي له. أسأله على إيه؟ على إيه؟ اللي كنت بتسأليني عليه من شوية. أخ منكم، أخ أخ منكم، يتوب عليكم ربنا. من إذن يا خال. أفضل أخويا. يا شو كنت عايز أسأل على إيه؟ تعالى عايزك في موضوع مهم.